ما حكم من لا يصلي إلا في رمضان والجمعة وقد نصحناه كثيرا دون فائدة؟ هذا ما هو بيصلي، صلاته برمضان والجمعة ما تنفعه وليست صلاة حتى يحافظ على الصلاة. قال الله جل وعلا كما سمعتم حافظوا على الصلوات، ما قال على بعض الصلوات، على الصلوات. هذا بعض، إذا حافظ على بعض الصلاة ما تنفعه ولا تصح منه، حتى يحافظ على جميع الصلوات الخمس طول حياته. نعم.